السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. ما تنسناش بالإعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو، ولو أول مرة تشاهدوا القناة فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس بحيث يوصلك كل ما هو جديد. تعالوا نشوف سؤال اليوم. بالنسبة جالس قال أنا عندي الفرخة أو الديك الريش بتاعه ما بيطلعش خالص، احنا بنسمي مثلا بيبقى ايه امثل، يعني ايه امثل؟ اللي هو ما بيطلع لهوش ريش، بيبقى محتاج فيتامينات مثلا الف دال ه كالسامات، تمام؟ بتبدأ تديله وبتبدأ تأكله اكل طري، ماشي؟ بتبدأ مثلا المية بتاع الرز، المية اللي احنا بنغسل فيها الرز دي بنبدأ اللي احنا نحميه بها، بس طبعا مش هينفع في الشتاء ده. طيب ايه اللي هينفع في الشتاء ده من غير ما نحميه بمية الرز؟ وعادي برضو نأكله طري بحيث اللي هو يبدأ اللي هو يطلع ريش، وفي نفس الوقت مع المية اللي هو بيشرب منها بنبدأ نعطشهم وبنبدأ نحط لهم ألف دال ه في قلب المية، ألف دال ه في قلب المية. طيب ايه اللي هيخليه يرمي معايا ريش بسرعة ويبدأ اللي هو حتى لو جسمه رفيع او مبروم وحاجة صغيرة وجسمه ما بيبانش عليه اكل وكده، ايه الحل؟ مثلا ان انا ابدأ ان انا اخليه معايا جسمه يرد ويبقى صحته كويسة، تمام؟ تابعوا معايا الفيديو للاخر بحيث نقدر نعرف ايه اللي احنا نبدأ نعمل، يعني نبدأ نتابع مع الديك ازاي او الفرخة ازاي اللي هي مثلا ريشة واقع خالص او الريش بتاعها ما بيطلعش بالفعل، ايه النتيجة او ايه مثلا اللي هو نخليه يبدأ يطلع الريش. اول حاجة شايفين الشمس اللي قدامكم ديت، وفي نفس الوقت نبدأ نسيب الحاجة تاخد راحتها وتبدأ اللي هي تشمس، تبدأ اللي هي تاخد كلسم حتى يبدأ وشها اللي هو يحمر، جسمها يبدأ يتظبط، تبدأ ما يبقاش فيه رطوبة في الجسم. يعني لما تكون حاططهم في مكان في قلب بوكسة أو في قلب سلاكة وحاططهم في قلب أوضة وما بيخش لهمش الشمس خالص، فطبعا ده حتى بيعجز معاك في قلة البيض اللي هما مبيشتغلوش بسرعة، وفي نفس الوقت تلاقي الريش بتاعهم بيقع، مفيش كلسمات، تحس الوش بتاعهم عامل زي ما يكون بهاء أو الوش بتاعهم أبيض ومجفر بلون الأبيض عامل زي الجدري والكلام ده، الجدري اللي هو أبيض في الوش، تمام؟ بنبدأ نعاني من حاجات كتيرة، إن الطيور ديت ما بتشوفش شمس، الشمس ديت مفيدة جدا، والتمليح مثلا لو على أرض مثلا عليها رملة عليها سبلة عليها رطشة تراب اللي هو اللي موجود ده، بتبدأ الحاجة تنكش فيها، بتبدأ اللي هي تنقي منها تملحات والكلام ده، بتبدأ تملح. طب انا ما عنديش الحاجات دي، بتبدأ اللي انت تجيب قالب طوب احمر مع شوية رطش مع شوية فحم وتبدأ على شوية كلسمات اللي هو المحار اللي هو بتاع البحر دولك، يبقى الكلسم ده موجود عند بتاع العصافير لو انت هتجيبه، وتبدأ اللي انت تفرمه والكلام ده وتبدأ تحطه لهم فبيبقى كويس جدا. عندك مثلا تنظيف من بتاع السمك، طبعا تنظيف السمك ده جميل جدا اللي هو كلسم. يعني ايه تنظيف سمك؟ اللي هو مثلا السمك لما بيجي نشتري السمك بينظفوه لنا، التنظيف بتاعهم ده كويس جدا للطيور وكلسمات، وبيخلي الواحد عنده يعني العظم بتاعهم يبدأ اللي هو يبقى كويس، عظمهم بيبقى جامد، بيبقى عندهم كلسم. طبعا عظم السمك او سل السمك والحاجات دي مفيدة جدا جدا للطيور، ان قدرت اللي انت تفرمها لهم او تبدأ تسويها لهم وتبدأ تقدمها لهم بتبقى كويسة جدا جدا للطيور. الزفارة على العموم بتبقى حلوة للطيور، تمام؟ طبعا عشان ما اطولش عليكم، مثلا ايه برضو اللي احنا نبدأ نخلي ان ريش الفرخة او ريش الديك يبدأ يجي معانا على طول حتى لو هو جسمه مبروم او ما بيبانش عليه اكل؟ وطبعا زي ما نكون بنقول اللي هو حاجة جربانة جربانة اللي هو مفيهوش ريش خالص وتلاقي شكله وحش من غير ريش، ابدأ اديله ايه؟ هتديله نص سنتي، هتديله نص سنتي افوماك، هتديله نص سنتي افوماك تحت الجلد،
نص سنتي افوماك تحت الجلد، تمام، في قلب الصدر، تمام، نص سنتي افوماك، تمام. بتبدأ تدهوله مثلا، وبعد كده بعد فترة مثلا بعدها بأسبوع بأسبوعين نبدأ نديله، أو مثلا أسبوعين اتنين أو 3 أسابيع أبدأ أديله نص سنتي تاني، تمام. تبدأ الأفوماك ده هو طبعا إحنا بنديه للحيوانات والكلام ده، مثلا بتوع المواشي، مثلا الحاجة جاية جسمها ضعيف، جسمها جلد على عض، فبيبدأ يديها كام سنتي كده تحت ايه، تحت الجلد. فبصراحة بتفور الحاجة وتخلي الريشة بتاعتها او الشعرة بتاعتها تبدأ اللي تلمع، وتبدأ جسمها يرد ويبدأ يبان عليها الاكل، تمام، ويبدأ معاك الحاجة يبقى رشة كويس. طبعا الافوماك ده هو طبعا مع الاكل، مع الاكل ازاي، زي ما بقول لك بواقي السمك طبعا بتبدأ تعمل لهم تمليحات، وتبدأ برضو تشمسهم مع الحاجات دي، بإذن الله هتلاقي فيه نتيجة وهتبقى كويسة بإذن الله. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو، ولو أول مرة تشاهدوا القناة فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس بحيث يوصلكم كل ما هو جديد. كل عام وأنتم بخير.